كاملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رعبتيني بالله رعبتك. لتكوني شايفتيني شي جنية أو عفريت قدامك. مع مين قاعدة عم بتقرقري كل هالوقت؟ أبو سعيد الدومري. ها، وشو بده أبو بطيخ جاي لعنا بنصاص الليالي؟ شو بده يعني؟ بده ابن عمي ضروري ضروري. وانت شو قلتي له؟ شو بدي قله فوزية؟ قلت له ابن عمي مانو هون، وإذا بدك يا روح لعنده على البوايكية. بس هيك؟ شو بده يكون في يعني فوزية؟ والله ما بعرف. روحي انقبري على غرفتك يلا. على أبو سعيد الدومري قال صار لساعة عم بتطق حنك، وآخر شي بتقلي أبو سعيد الدومري يا على مين عم تلعبي هالألعاب يا كاملة؟ لك أنا فوزية، فوزية ماني مطيعة. أهلين أبو سعيد يا ميت، أهلا وسهلا. أهلين أهلين أهلين، الله خليلي إياك يا رب. قالت لي حرمتي إنك مبارح مرات وسألت عني، بدك ما توخصني الله يخليك، أنا أجيب متأخر. لا لا، شرف شرف. مو مشكلة. خير، احكي. أنا جايك مشان موضوع مخدومتك بنتي، موضوع اللي حكيتك عنه. طبعا طبعا طبعا، ولا يهمك، وأنا وعدتك يصير خير، وإلا من لاقي له الواطي. دخيلة أرضك يا كبير، خاصة بعد اللي صار. شو اللي صار أبو سعيد؟ لا تكون أزيت للمخلوقة، ترى هي مظلومة. ها لا يا كبير، ما أزيتها، بس شو احكي لك؟ والله بنتي تعبانة كتير، ولا عم تأكل ولا عم تشرب. الله وكيلك، ماني خايف، استغفر الله العظيم يا ربي، إلا تعمل بحالة شي مصيبة تغضب الله. استغفر الله العظيم على الشغلة. مشان هيك دخيلك يا كبير، منا ننفضح بين الناس، دخيلك تحل معي ومع عرضي ومع شرفي. بدي بس طريقة لحتى استر فيها على بنتي. هدي حالك أبو سعيد، هدي حالك، والله أنا حاسس فيك، بس اوعى حدا يضرب الموضوع. أعوذ بالله يا كبير، ليش أنا بقدر أحكي على شرفي؟ خليك مخبي كل شي بقلبك وبوحدك يا أبو سعيد. وها هي حطيت إيدي على شواربي، إلا هالابن الحرام اكشفه وجيب لك إياه أنت لتحاسبه. لك دخيلك إمتى حاكم؟ والله أنا ومرتي وبنتي عم نموت باليوم 100 موتة. لا تخاف أبو سعيد، بإذن الله قريبة، وحياتك قريبة. شرف أبو سعيد. الله يديم عزك يا سيدي، الله يديم عزك. البيت بيتك، أنت مكان تشرفنا. ها الله يشرفنا دارك ويعلي مقامك أكتر وأكتر، ويديم عزك يا رب ويخلينا ياك حبيبي. يلا سيدي، تسمحوا لي. سلام عليكم. وينكم يا حريم؟ ليك لا تقبرني. شو بده منك أبو سعيد؟ إجا وسأل عليك كذا مرة. كذا مرة؟ كلها مرة واحدة. أنت ما دخلك، والتهي بشغلك. خلصنا بقى أنت وياها، عيب. معقولة ابن عمي قاعدة عم بتكذبني؟ عينك كنت عينك. شي؟ لك شو خصك بشغل الرجال أنت؟ أنا ما خصني ابن عمي، بس أنا أي آخر مرة بسمح لك تسألي فيها، فهمتي؟ حاضر ابن عمي، حاضر. خير أخي؟ ليش طالع صوتك؟ أهلين شهيرة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طمنيني يا أختي، كيف حاسة حالك هلأ؟ الحمد لله أحسن بكتير، هيك حاسة إنه هافة نفسي على الأكل وجوعانة. فوزية، خدي النسوان وحضروا الأكل بسرعة يلا. حاضر تاج راسي، نادي لموتي عم الحقيقي. لا لا، وشك مورد هلأ. خير، شايفتك مو على بعضك. شو بده منك أبو سعيد؟ مشان مصيبته لك أختي. أضرب عليه أنا؟ رجال مسكين، والله مو لأيام مصايب. اللي شلون رح تساعده؟ والله ما بعرف، بالي مشغول. بتعرفي، بدي أخذ رأيك، لازم تزيع خبر غيابك. بدي كل أهل الحارة يعرفوا أنه أنت وحرمتك رح تغيبوا يومين ثلاثة. فهمت عليك سيدنا، فهمت عليك، بس يعني أنا شو بدي أقول لهم للناس؟ اخترق أي قصة. قلك قول في إلك ورثة من حدا من قريبك بشي ضيعة قريبة لنبك، وخلي حرمتك تدور الحارة بيت بيت وتخبرهم بهالشي. طيب سيدنا، والله عدم المؤاخذة، بهالأيام هاي أنا ما عندي قرني أقعد فيها، وين بدي أقعد؟ لا يا أبو سعيد،
أنا مرتب لك كل شيء لا تخاف. الله يطول عمرك يا أبو حامر ويقدرنا على رد جمايلك يا رب. أستغفر الله يا أبو سعيد، أنت أخونا، المهم نوصل للفاعل إن شاء الله يا رب. سيدنا طيب أنا تسمح لي أروح على شغلي؟ بعدين أبو سعيد. والله لا يمل، تستني عندي شغل. يلا لا أخذك طريق. يلا يا رب تزبط معك يا ابو عامر، تلقط لي هالندل يا لطيف. شو بدي اسوي فيه؟ على حالك وعلى رشيدك مثل ما وصيتك. خلص ابن عمي خلص، يلي بدك يا بيصير باذن الله. يا بي لا تطول علينا. لا ان شاء الله يا بي، شغلتي يوم يومين وبرجع. الله يرجعك بالسلامه يا بي. رشيده الله يرضى عليكي، عطي بالك على حالك. حاضر يا بي حاضر. يلا خاطركم، مع السلامة. الله يهون لك يا رب. الله ييسر لك أمورك، الله يوفقك يا ابن عمي. يا مو من وين اجتنا هالوردة هاي هلا؟ هاي من جدك الله يرحمه. ايه بس يعني هي أول مرة أنتوا بتحكوا فيها للسيرة. ما هو يعني هو ما كان حدا بيعرف غير جدك الله يرحمه، بس ولاد عمو لأبوكي طلعوا ناس طيبين وحقانين، قاموا بعتوا خبر لأبوكي. الحمد لله يا مو الحمد لله. بركي هيك بتتحلحل ظروفنا شوي وبتتحسن، وبيتركوا للشغل اللي عم يتعب فيه خير الله المسكين. إن شاء الله يا مو إن شاء الله. الله يفرج علينا يا رب أحسن شيء. آخ يا بنتي آخ، والله ما رح نرتاح لحتى نخلص من قصتك ونعرف من هالابن الحرام اللي عمل هالعمل. مين؟ أنا أبو سعيد. أهلي أبو سعيد. أهلي أبو جواد، دخلك أبو عامر حمود هون وعم استناك. شري سلام يرمي الفتن ما في حدا بيمنعه، سلام يرمي الفتن ما في ضمير بيمنعه. مثل ما فهمتك يا أبو سعيد، بس توصل على القرنة اللي حددنا لك إياها رح يجوا جماعة ويأخذوك وهني يتولوا أمرك بعد رب العالمين. بأمرك يا كبير بأمرك، بس يعني العفو منك أبو جواد بيعري. لا 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 أبدا. عفو منك يعني لو عم بسألك، بس أنا مشان أطمن. بعرف بعرف أبو جواد ما بيعرف شي نهائيا، سرك كبير أبو سعيد. المهم لهون لا ترجع إلا إذا أنا بعت وراك. بأمرك يا كبير، دخيلك دخيلك، أنا متكل على الله وعليك. طمن طمن. السلام عليكم. أهلين. مش الحال. يلا يا أبو سعيد الله معك. السلام عليكم. قول الله. الله معكم يا أبو سعيد. دربك أخبار؟ إيه أخي أبو جواد، بتوصيني بشي؟ لك ما بدي غير سلامتك، بس إن شاء الله تكون هالورثة محرزة عد هالمشوار الطويل. إن شاء الله يا أبو جواد إن شاء الله. دير بالك على حالك وتروح وترجع بالسلام إن شاء الله. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. يا مو رشيدة؟ يا مو رشيدة؟ يا مو جيتك؟ لكني يا مو
جايتك يا مو جايتك. خير يا مو؟ شوفي يا مو، انا رايحه. لا لا، وين بدك تروحي وتتركيني؟ ليكي يا مو، بتفوتي على اوضتي وبتسكري على حالك وما بتطلعي منها لحتى ارجع. خلص روحي يا مو، روحي. مع سلامة. شو قلت لك؟ على اوضتي. ها خلص، فهمت فهمت، روحي. يلا بخاطرك. الله معك يا مو، الله معك يا مو. يلا مطيعة، انا جاهزة. ليش ما جبتي لي شيء معك يا سعيد؟ اخطيي بتتسلى. لا خليها بالبيت احسن. لا يوه، شو بالبيت احسن؟ حريم على بعضنا، جيبي اياه. المرة الجاية باخذها معي. يوه، وليش للمرة الجاية؟ هلا واصلة لعند الست شهيرة، بدي اشوف شو بدها وارجع وخلصنا. والله ما عم بفهم عليكي انت والست شهيرة، شو بدها منك؟ مطيعة خلينا نمشي. خفي رجلك مطيعة. خفيتها ام سعيد. يا مو، بوشك لبيت ابو سعيد. قال لام سعيد انه اختي عاوزتها. امرك معلم. قداس اذا ما لقيتها دور عليها بالحاره، دقدق على الجيران، المهم تلاقيها. براسي. يا خوفي تكون انت عاملها، لانه اللي بيلعب قمار بيعمل كل شيء الله حرمه. سعيد، ولك مين؟ وينا؟ يا أخي ما بعرف، ما بعرف وين راحت، ما قالت لي. ما بتعرفي أنت راجعة؟ ما بعرف أخي، ما بعرف. ماشي، بخاطرك اختي بخاطرك. تفضل كامل. سلمون. لك وينه هذا الشغيل مرزوح؟ حتى المعلم ابو رادة بذات نفسه عم يخدم على الزباين. بيكون عنده شي شغله اخطائي. لك يضرب هو وشغلته، حدا بيترك المعلم يشتغل. وانت شو بدك فيه؟ شو صار له؟ يا اخي مو بلا شيء، بس يعني اكل هم معلمه، ما لازم يدرو شغله. لا حول ولا قوه الا بالله. مرحبا ماشي. اهلين كداس، خير؟ شو بك؟ شفتني شي دايق ام سعيد طلعت من الحاره؟ ليش خير؟ شو بدك فيها؟ أنا ما بدي فيها شيء، أخته لمعلمي معاوزتها ضروري، رحت لعندها على البيت ودقيت على جيرانها ما لقيتها. بتلاقيها بشي بيت من بيوت الحارة. بالله عن جد؟ أي بيت؟ وأنا شو بيعرفني؟ بس إذا بدك دق على بيوت الحارة بيت بيت إلا ما تلاقيها. شو رأيك أجي فك الرقبة شيتا؟
ما اشخطك من الوريد للوريد. ها دخيلكم دخيلكم اجمعينا لوين بتمشي لوين مطرح اللي اجيت منه. والله انا ما بمشي يلك اتحرك. شباب يعطيكم العافية. حلوة. انت يا واطي وسيدك قليل الشرف قليل الناموس وسيدك يا معلم وسيدك وسيدك يجي بزنارك. مرزوق مرني روح انت الله يعطيك العافية. قدامك يا اخي انا بعمل شيء يا معلم انا بعمل شيء والله ما بعيدها. اسمعوا لا انت بدك تكفر عن ذنبك وانا بأمرك يا كبير من ايدك هي لايدك هي. بدك تتجوز البنت وتستر عليها. انو بنت انو بنت يا ابن الحرام البنت اللي اعتديت عليها. بس يا ابو عامر انا ما عمل شيء انا فتح البيت لاسرقه بس انا حرامي حرامي. صياح باينتو بدي اشوف بزر مخهم لزق بالحيطان. وانا جاهز يا كبير. انا حرامي ما قرت على شرف ابنهم. تنكر اللي عملته معي يا ابن الحرام. انا ما قرت عليها هي عم تطحن علي وانا خرب بيت قلبك هلا بوصل بصيح دمك. احكي. انا ما عمل شيء يعني هي قالت لي اعمل معها هيك وانا وافقت مشان الله اسمعني. معناتها ما بدك تستر هالبنت. لا لا سلمني للكركون انا حرامي حرامي. ما فشرت اخذك للكركون يا ابن الحرام. صياح خذوا لعند الرجال حتى يعلموك كيف يسرقوا شرف البنات. صار يا كبير لا تاخذوني من الحرق يا ابو عامر. من رجعك اذا سترت على البنت واذا ما تجوزتها. خليك عندهم حتى يربوك ويعلموك شلون تستر على البنت. بس انا ما عمل شيء ما عملت الا شيء. امشي ولا اذا طلعت من الحرق ما راح اسكت راح اقول له معك سلاح. كيف عم تهدد يا واطي؟ معلم انت ما قلت لي انه هيك سوا بشرف المستوره. ما حدا بيعرف يا غريب غيرك. صياح هلا عارف. معلم عم يقول انه هي كانت موافقه. كذاب. البنت ضريره وضعيفه. لو عرفته كنا مسكناه من زمان وحاسبناه. ايوه. لهيك ما بده يستر عليها. ما شفته شو قال؟ نازل يسرق البيت اللي ما فيه شيء ينسرق الا شرف البنت. لك صدقني انا حرامي بس ما قربت على شرف المستوره. قسما بالله اذا بتفتح تمك كلمه واحده بفضي الفرد براسك. فهمت؟ لا لا خلص خلص بطل تحكي. لا امشي. روح يا اخي ابو عامر. الهي الهي يستر عليك يا حق. الله يستر على الجميع يا ام سعيد. الله يستر على الجميع. خلص روحي شوفي بنتك وانت مطمنه. يعني هيك القصه خلص خلصت؟ لا والله ما خلصت. يلا
شلون يعني ما خلصت؟ يا ام سعيد، ابن هالحرام نكر عملته ورفض انه يستر على البنت. الله بيسترها يا شهيرة، رب العالمين بيسترها. الله لا يمتحننا يا رب ويستر علينا دنيا وآخرة. آمين يا رب العالمين، آمين. بس اللي بدي أعرفه شو صاير مع ام سعيد وليش ابن عمي ما بده يانا نسمع. والله وأنا مثلك يا كاملة، لحاطه على ما أعرف على شو عم يحكوا. Shut up.